وخلال الندوة تم تقديم ورقة عمل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالمملكة العربية السعودية، اشتملت على الجهود العلمية والمقررات التي يتم تدريسها في الجامعة لترسيخ قيم حقوق الإنسان. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من تونس الدكتور فاضل عبد العزيز بليبش، أستاذ في كلية العدالة الجنائية ومستشار بوكالة العلاقات الخارجية في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض. بعد التحية دكتور، هل تضح لنا جهود جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص؟ مرحبا. جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية هي منظمة عربية ذات شخصية اعتبارية تتمتع بالصفة الدبلوماسية، أنشئت سنة 1978. نعم. وهي الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، تعنى بالتعليم العالي والبحث العلمي والتدريب في مجالات الأمنية والميادين ذات العلاقة، وهي مقرها في مدينة الرياض. بالنسبة لجهود جامعتنا فإنها تتمثل أساسا في تدريس مقررات في مجال حقوق الإنسان والقانون الجنائي، وهي مقررات تتناول مسألة مكافحة الاتجار بالبشر. جامعة نايف تنظم كذلك فعاليات متصلة بمكافحة الاتجار بالبشر. نعم. يتولى الباحثون في جامعة نايف إنجاز بحوث عديدة، وصدرت عن الجامعة عدة إصدارات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. كذلك سعت جامعة نايف إلى إبرام شراكات دولية مع جهات فاعلة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، منظمة الشرطة الدولية الانتربول، المنظمة الدولية للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة، وغيرها من المنظمات الهامة ذات العلاقة بمسألة مكافحة الاتجار بالبشر. كذلك جامعة نايف تنظم دورات تدريبية لا سيما للجهات الأمنية لتطوير قدراتها في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، كما تشارك في فعاليات ذات صلة بمكافحة الاتجار بالبشر. وبالطبع بما أنها جامعة تقوم بمهام جليلة في مجال البحث العلمي، فإن هناك عدد هام من رسائل الماجستير والدكتوراه التي تم إعدادها في كنف جامعة نايف حول موضوع مكافحة الاتجار بالبشر في محاور مختلفة، كمسألة منع الاستغلال الأطفال في مجال التسول، أو كذلك منع تجنيد الأطفال ومكافحة ذلك، وما يمس العمالة، وكذلك ما يمس جسد الإنسان من اتجار في الأعضاء وغير ذلك من المسائل. هذا يعني أساسا ما قامت به جامعة نايف في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. نعم دكتور. وجامعتنا في نعم دكتور، كيف تثمن اليوم الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين على صعيد مكافحة الاتجار بالأشخاص؟ في الحقيقة أنا رصدت بكل فخر يعني ما أنجزته مملكة البحرين الشقيقة في هذا المجال. مملكة البحرين يعني قامت بمصادقة على كافة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. مملكة البحرين وضعت إطارا قانونيا ملائما لمكافحة الاتجار بالبشر، وهو يعني إطار رائد يعني ويقتدى به. وكذلك ركزت مؤسسات يعني مناسبة كاللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في الأشخاص، وكذلك بالنسبة لمسألة مكافحة الاتجار بالبشر فيما يتعلق بمسألة العمل، هناك هيئة تنظيم شؤون العمل. ثم بالطبع هناك قرارات رائدة يعني حقيقة ممتازة فيما يتعلق بنظام التصريح المرن والعناية بالضحايا، وهذا مهم جدا يعني في كل جريمة، مسألة العناية بالضحايا، لأنه مملكة البحرين يعني من الدول القليلة في العالم التي يعني وضعت أو أحدثت صندوقا لدعم الضحايا
يعني للضحايا نعم الذين يتعرضون لمأساة الاتجار بالبشر، ثم كذلك لضمان الفاعلية بين فاعلية عمل دولة المملكة في هذا المجال، فإنه وقع أحداث منصة. كل هذا بالطبع توج، يعني وقع تثمينه من قبل المنظمات الدولية، نعم وكذلك خصوصا من قبل تقرير وزارة الخارجية الأمريكية التي صنفت البحرين في مرتبة هي مدعاة للفخر باعتبار أنها تحتل طليعة الدول العربية ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نعم في ترتيب ضمن الفئة الأولى للدول التي تحترم يعني حقوق الإنسان بمنع الاتجار فيهم وإيجاد وسائل فعالة نعم دكتور لمكافحة ذلك. نعم من تونس الدكتور فاضل عبد العزيز بليبش، أستاذ في كلية العدالة الجنائية ومستشار بوكالة العلاقات الخارجية في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض، شكرا جزيلا لك.